قبل ما نبدا بس عايزين نقول لكم ان احنا مش عارفين مين اللي كسب لحد دلوقتي علشان بنصور الحلقه ديت قبل ظهور النتيجه بساعات. بس ترامب او بايدن كده كده مش فارق، يعني الاربع سنين اللي جايه هيكونوا زي اللي فاتوا. يعني ترامب كان بيتحكم في مقدساتنا زي القدس، اراضينا زي الجولان، واديها كده لاسرائيل وهو قاعد على تويتر في الحمام. مين عارف بقى لما بايدن يكسب ممكن مثلا يتبنى حمدتي ويديله ايه، يديله قناه سي بي سي سفره على انها قناه السويس، وحمدتي ياخدها عادي يعني. بس احسن حاجه ان كل المواقع والقنوات كانوا محترمين الصمت الانتخابي بصراحه، لدرجه ان تويتر شال تويتر لترامب عشان حسوا ان هو بيلمح مش اكتر يعني على تلاعب الديمقراطيين في الانتخابات. وبس كله كان بيسرد الاصوات والصمت الانتخابي كان موجود في امريكا، بس تقريبا ما كانش شغال عندنا في اعلامنا العربي. حضرتك تعرفوا انه الاثنين اللي مرشحين نفسهم في الانتخابات واحد اسمه ترامب واحد اسمه بايدن، ويجب انه يعلم الجميع كلا المرشحين امريكان. انهي الافضل بالنسبه لك، مين ترامب ولا جو بايدن؟ انهي فيهم؟ ترامب بيبهرني. انا لو مواطن امريكي انا اختار ترامب. انا كمصري عايزه يجي وسيستمر ترامب وراح يدعوسهم الدعوسه. لانه راح ترامب يكتسح بايدن اكتساح. الله ينصر ترامب، ترامب نصر عزيز مقتدر. من قلبي ادعي ان شاء الله ينصر ترامب. مدير اعمال مصارعين ينزل المصارع الخاص على الارض ايده. نحن نعلم يعني الكيمياء اللي موجوده بين الرئيس ترامب ورئيس عبد الفتاح السيسي. ده علاقه السيسي بترامب سمنه على عسل. وبالتالي احنا نتوقع ان ترامب هو اللي راح يفوز ضمن هاي الخراعه. بص هي من ناحيه خراعه فهي حرفيا خراعه. حضرتك معروف شكلك مثقف وخارق جيد. هو وجودك على قناه في التلفزيون في حد ذاته خارق للطبيعه. وجود بقى قناه اسمها اهل العروسه في الاعلام ده خارق الطبيعه ذات نفسها. ده علاقه السيسي بترامب سمنه على عسل. معاك حق يا خير بصراحه، الاثنين زي السمنه على عسل. بس معلش ثواني كده، مين فيهم اللي سمنه ومين فيهم اللي عسل؟ بس الرئيس السيسي يمشي الاثنين. ايه اللي سمنه على عسل وكيمياء؟ كل ده عشان قال له قبل كده جزمتك حلوه. امال بقى لو شاف رفعت البنطلون هيعمل ايه؟ وعلى فكرة الموضوع أكبر من كده بكتير، يا جماعة تخطوا أرجوكم موضوع السمنة على العسل. ده ترامب قال قبل كده على الرئيس السيسي إنه الدكتاتور المفضل. ده لما الرئيس السيسي بيروح بيت الأبيض ترامب بيقول له بقول لك إيه؟ اعمل لي كده سكتش قمع متظاهرين صغير كده، ضحكني ضحكني شوية. طب بلاش، اعمل لي كمين على أول الصالة اللي بتوع السي إن إن. طب وريني كده تعابير وشك وأنت بتجدد 45 يوم 45 يوم لمتظاهرين حرية الرأي. طب وريني كده تعابير وش الدكتاتور صامت لما خدت منه أي حجازي. لا بس سبحان الله يا نشأت، سبحان الله يا نشأت. كلا المرشحين أمريكان. تخيلوا الاتنين أمريكان في انتخابات أمريكا. طب أقول لك بقى الكبيرة، الاتنين حقيقيين مش واحد ورئيس حملته، خلي بالك. أقول لك الاتنين أمريكان، مش عايز أفاجئك بقى وأقول لك إن اللي انتخبوهم أمريكان زيهم، مش مخابرات الروسية يعني. ها وبعدين إيه اللي لميس الحديد بتقوله ده؟ ترامب بيبهرني. إيه لميس ما تهدم مال بيبهرني. يا جدعان بيبهرني بيبهرني. ترامب ده بيجنني كده بيجنني، ده انا من كتر الانبهار عملت نفس تسريحته. رحت اشوف عمرو اديب بيقول لو مواطن امريكي انا اختار ترامب. يا عمرو انت اخترت الرئيس السيسي عشان تختار ترامب؟ وبصراحه يا عمرو مش قادر اتخيلك غير مواطن مصري وساعات تركي. شكرا شكرا. وفي اللي بيدعي له يعني فجر السعيد بتدعي لترامب. حضرتك لو عايز يكسب ادعي عليه، انت مش مجربه ولا ايه؟ طول السنه تبقي فجر السعيد، اول ما تعوزي حاجه تقلبي فجر الاسلام كده الصبح بقى وبتاع. سبحان الله الاعلام المصري او الاعلام العربي عموما بيمارس الديمقراطيه اللي اتحرم منها في بلده، بس فين؟ في امريكا. المشكله ان الاعلام بيتكلم عن مرشحين كانهم ماسكين مجلس محلي عندنا في الكفر، او شفناهم مثلا اربع خمس سنين في العمل السياسي ومنتهى الثقه كده بيختاروا ما بينهم. انا عارف ان انتوا لكم مصالح سياسيه، بس عادي يا جماعه دي اسمها الديمقراطيه، هم حرين يختاروا اللي هم عايزينه. مفيش حاجه يعني ترامب كسب او خسر. ترامب لو خسر المنطقه راحت في داهيه. اقسم بالله العظيم لا اختفي اذا ترامب خسر. ان ترامب ما نجحش هل هيبعد ترامب عن البيت الابيض ولا لا؟ دونالد ترامب لن يترك البيت الابيض، هيبدا يقول لهم لا ونعيد الاصوات. هو بيتكلم اهو رئيس ترامب بيقول لو انا حسيت او شاكك ان هناك تزوير في حاله خسارته لن يعترف بالخساره. لو ترامب صيت هيقول لك انا مش هسلم السلطه. ديمقراطيه. عايزين ايه تاني؟ ايه ديمقراطيه يعني؟
مش مجربين الديمقراطية عندنا ولا إيه؟ لا ما هي دي قراءة أحمد موسى للديمقراطية. في أحسن كده من يجدد لنفسه 7 و8 فترات ويظبط الدستور كده ويخلي كوشنر ولي عهده؟ يا سلام يا سلام ديمقراطية. قالوا بقى كده نواب الكونجرس يروحوا المجلس كأنها خروجة. قولي لي صباح الخير الأول بس. قولي لي جود مورنينج يا معي. وبكر بقى يرن حرفيا. ران. يا سلام على الديمقراطية. سيد علي بيقول لك إيه بقى؟ يقول لك في حالة خسرته لن يسلم السلطة. إيه يا عم ور إيه السيسي؟ يعني نظرية صاحب الكرة ديت عندنا في بلد أنت عارفها كويس. نظرية فالخ فيها مش في أمريكا. هناك عندهم أصوات وعالم أول وديمقراطية. إحنا عندنا اللي معاه سلاح وميكروفون وإيمان الحصري بيحكم مصر. يعني يا علونا يعني انا مش عارف ترامب كسب ولا خسر، بس انت قلت لو ترامب خسر هتختفي؟ اقسم بالله اختفي. مش هيجيلك جفاف يعني؟ مش هيجيلك جفاف؟ ده لو ترامب قال له اقعد على ترامب تاور سيقعد عليه. قال تختفي قال يا عم احنا شايفينك بالعافية اساسا، انت ما ينفعش تختفي غير بطريقه واحده، الشركه الالمانيه. تاني برضو يا جماعه انتوا محشورين ليه مع ترامب؟ ما احنا جربنا ترامب 4 سنين وغير خريطه المنطقه. مش جايز عادي يعني لما بايدن يكسب يكون احسن للمنطقه العربيه؟ لو فاز بايدن انا شخصيا شايف ان جو بايدن هيكون نكبه على مصر. ده مش كده وبس، ده طرطور اوباما استبن هيلاري. بايدن مش سعيد بمصر قوي. واحد امبارح بيقول لي اصل انت مش عايز الحزب الديمقراطي. لا ليه؟ مين قال؟ قال لي لانه الحزب الديمقراطي دائما ما يرفع ملف حقوق الانسان وانت ضد حقوق الانسان. قلت له انا ضد حقوق الانسان؟ انا يا بنتي انا ضد حقوق الانسان؟ انا يا جدعان انا ضد حقوق الانسان؟ ده مين الانسان ابن اللي بيقول الكلام ده؟ ده انا مع حقوق الانسان من اول ما كان نطفه محرمه في رحم موضوع لحد ما اصبح مؤخره طبيعيه. معقوله انا انا ضد حقوق الانسان؟ حقوق الانسان الى الجحيم. ده انا عمري ما غلطت في حقوق الانسان. فلعنه الله على حقوق الانسان. انا معقوله حقوق الانسان مكانها الطبيعي في سله المهملات؟ وفي ايه؟ وفي حقوق الانسان؟ ملعون ابو حقوق الانسان. يا ابراهيم قول لهم يا ابراهيم مش انت انسان برضه؟ قول لهم انا بذكر قد ايه في حقوق الانسان يا ابراهيم. لتذهب مره اخرى حقوق الانسان الى الجحيم. خلاص يا ابراهيم خلاص. نشأت انت مش ضد حقوق الانسان، انت ضد الانسان في حد ذاته. انت مش بعيد تكون رميت القلم لما افتكرت ان اللي صنعه انسان. يعني انت نشأت فكرتني بال حينما تتحدث فتاه الليل عن الشرف. انت اللي قلت، انا ما جبتش حاجه من عندي. بعدين ايه يا عمرو يا اديب؟ يعني ايه بايدن مش سعيد قوي بمصر؟ ليه بعد الشر؟ ماشينا بطل ولا ضد حقوق الانسان؟ لا قوله بجد. وحتى لو كسب الرئيس السيسي يعني بيسلك مع اي حد. يعني ترامب لو كان كيف جزم وجاي من الازهر عادي يعني، الرئيس السيسي هيسلك مع بايدن في اي حاجه برضه. هيسجل له اي حجازي ويطلعها له تاني. هيروح له بكيسين مولت فراوله، شويه حلاوه المولد الاحمر اللي بالسوداني دي، مش هيهدى. ايه يا جماعه؟ يعني ايه مش هيحب مصر؟ بالعكس انتوا شفتوش الرئيس السيسي بيكون جميل ازاي؟ هو قاعد في البيت الابيض. بصي يا قلبي قاعد ازاي في البيت الابيض؟ بصي مكسوف ازاي؟ انت رئيس مصري انت قاعده مكسوفه؟ انت جميله خالص كده قاعده في البيت الابيض؟ يعني ونعم التربيه والله. طب معلش نبعد رئيس السيسي شويه دلوقتي وهات لي بقى حمد رزق كده كان بيقول ايه؟ ده طرطور اوباما استبن هيلاري. ايه ده؟ هو اوباما عنده طرطور هو كمان؟ ما تقوليش ان عامل له محطه مترو باسمه برضه. يعني مش بس بتعرفوا ترامب، لا ده انت بتشوف بايدن كمان. مع ان ترامب يعني مش ملاك، ده لما كان بيحب يبعت رساله لروسيا كان بيضرب سوريا، لما بعت رساله لايران بعتها في العراق. ده في مره كده كان بيدور مين اكبر ديكتاتور في العالم، لا رئيس كوريا الشماليه راح صاحب عليه. يا جماعه ده كان بيدلع الرئيس السيسي بينه الديكتاتور المفضل.